كنتش تستاهل اللهم اللي حصل لك حبيبي يا اخويا يا حبيبي يا اخويا يا حبيبي يا ابني. ضربوا الطلقه راح مضارب الموتوسيكل جه على الناحيه دي راح جاي ورا منه يعني طلقه الخرطوش جت فيه ما موتوش ولف ورجع البيت وجه هنا على البيت. تمام. اتصل بمراته وقال لها هو لف وجالك اهو خلص عليه وانا جاي وراك اهو. لكن العشيق ترصد والعشيق مشى وراه وتعقبه كمان واتصل على زوجته قال لها محمد جاي في الطريق خلصي عليه وانا جاي انهي عليه. بالفعل محمد عبد الرحمن وصل للبيت لانه كان قاعد في بيت لوحده مستقل في اطراف العزبة وهنا مفيش في البيت غير الزوجة وجوز الاولاد اللي كانوا نايمين. وهنا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته محترمين اليوتيوب. في قضية جديدة من محافظة المنوفية في قرية اسمها قرية أبو جزية التابعة للدراجيل مركز الشهداء. ايه اللي حصل للعامل محمد عبد الرحمن؟ العامل اللي عنده جوز أولاد ويبلغ من العمر 42 سنة في فجر يوم الواقعة محمد عبد الرحمن أخذ فتات من العيش. عارفين يعني ايه فتات من العيش؟ الفتات ده يا سادة بعض اللقيمات من الخبز الناشفة وده لضيق الحال. محمد كان بيطلع للجبل وبيشتغل في المزارع علشان يتحصل على يومية 50 جنيه أو 80 جنيه. الراجل بيطلع يعرق ويشقى ويلتقط لقيمات علشان يقدر يأكل ولاده الاثنين وهنا الزوجة بتخونه. الزوجة بتخونه مع مين؟ مع أحد العمال اللي شغالين معاه. اللي مشترك معاه كلمها قال لها انا قال لها هو جاي لك على البيت كملي انت عليه انا جاي خلاص على عندك. وبعدين مرته عملت ايه في البيت؟ مرته فتحت الباب ووقفت له ورا الدلفه ضربته ضربه على دماغه وهو خلص عليه بالسكين. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني هو اول ما دخل من البيت مرته خبطته قال حد على دماغه. ما ماتش برضه؟ انت قلت لي ما ماتش. طيب امال مات ازاي؟ اللي عملوا ايه تاني بعد كده؟ رجع الكلام اللي فيهم ضربوني وهي خلصت عليه معاه. هنا تحسس الامر محمد ان اليوم اللي بيطلع يشتغل فيه العشيق اللي هو صاحبه كان بيغيب هو كمان وكان بيغيب مش عشان علة او مرض او عنده ظروف، لا ده كان بيخلي محمد يطلع شغله الفجر وبيدخل بيته يدنس شرفه وفرشته وعرضه مع زوجة خاينة. محمد عبد الرحمن ركب من الموتوسيكل بتاعه يوم الواقع علشان يطلع يشوف اكل عيشه. هنا العشيق جاب عطب من الطوب يعني جاب حجارة كبيرة قوي وحطها على الطريق. الحادثة دي وقعت في عزبة صغيرة تابعة لقرية الدراجيل التابعة لمركز ومدينة الشهداء. وهنا الزوج بدأ ان هو خلاص اخد الفتات من العيش عشان يطلع يشوف اكل عيشه وهنا فوجئ بالعطب اللي موجود عنده معمول له مطبق او معمول له كمين على الطريق في احد الاراضي الزراعية نزل علشان يشيل الحجارة. لكن العشيق ريح دماغه من السم والقتل والدفن والقصص دي قال ان ممكن المباحث توصل لنا. فكر هو والزوجة الخاينة ان هم يضربوه بطلقات من خرطوش ويبقى قضاء وقدر ويبقى الفاعل مجهول. وده اللي حصل بالظبط. الزوج والعشيقة والعشيق متفقين مع بعضهم بالتليفون بعد ما دنس العشيق فرشة صديقه، فرشة اللي أكل معاه عيش وملح، فرشة اللي كانوا بيطلعوا بييجوا يشتغلوا مع بعض. لكن هنا الزوج يوم الواقع نزل من على الموتوسيكل بتاعه والكلام ده كان بعد الفجر علشان يحاول انه يخلص الطريق من الأذى اللي محطوط فيه في الحجارة. ما حطش في دماغه ان ده كمين. لكن هنا قبله العشيق بطلقات من الخرطوش. كان جثمان محمد عبد الرحمن اللي عنده 42 سنة خفيف شويتين واخد اكتر من طلقة وركب الموتوسيكل ورجع على البيت علشان يحتمي فيه. لكن العشيق ترصد والعشيق مشى وراه وتعقبه كمان واتصل على زوجته وقال لها محمد جاي في الطريق خلصي عليه وانا جاي انهي عليه. بالفعل محمد عبد الرحمن وصل للبيت لانه كان قاعد في بيت لوحده مستقل في اطراف
العزبة، وهنا مفيش في البيت غير الزوجة وجوز الأولاد اللي كانوا نايمين، وهنا الزوج دخل وبدأت الزوجة تضربه بالعصاية أو بآلة حديدية علشان تنهي حياته. هنا محمد عبد الرحمن فهم الملعوب، لأن الزوجة قفلت الباب وصدتت كل الأبواب والمنافذ علشان إن محمد عبد الرحمن ما يقدرش يطلع بره ويفضح الجبيل. في التو واللحظة حضر العشي اللي كانت الزوجة بتفتح له الباب في ثانية، دخل العشي وبدأ يكمل على محمد وأنهوا حياته هما الاتنين. والغريب كمان انهم شالوه ورموه قدام البيت علشان لما يطلع النهار يقول اتقتل وهو رايح الشغل والزوجة كانت نايمة وعملت انها من بنها. لكن لما صحت الاهالي والجيران بدأت تصرخ وتولول يا حبيبي يا قلبي يا بعلي، وهي القاتلة في القضية. هنا انتهت حياة محمد عبد الرحمن من اثر خيانة غير شرعية. ايه يعني؟ ايه احنا هنجيب الامان منين؟ هنجيب الامان ازاي؟ نشتريه منين؟ قولولنا على مكان الامان بيتباع فين واحنا ندفع فيه الفدادين، نبيع الاراضي والملايين ونشتري الامان علشان المجتمع المصري يعيش في امان. تم القبض على الزوجة وتم القبض على العشي وتم تمثيل الجريمة علشان تكون صدمة قدام كل الاهالي ان الزوجة اللي كان محمد يمكن بيطلع لقمة من بقه علشان يعيشها، يمكن محمد اللي كان بيطلع يشتغل في الفاعل ويشتغل في الجبل كمان وفي الصخر علشان يوفر لها لقمة عيش هنية، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الزوجة دلوقتي اتقبض عليها واتقبض على العشيء اللي اعترف بجميع أقواله ومثل الجريمة كمان وكمان. الجريمة دي بقالها 4-5 أيام، لكن النيابة العامة ورجال المباحث بعد ما نصبوا أكتر من كمين وتشككوا في أمر الزوجة. إزاي إن أنت تعملي كده في جوزك لو أنت حبة أو عاشقة عشيقة على زوجك؟ اتطلقي منه وغوري في 60 داهية واتجوزيه وعمر ما في راجل عائلة هيتجوز سيدة خانت جوزها الأصلي والشرعي واتجوزته، واستحالة انه يتجوزها، وكمان اللي خلاها خانت الزوج ابو ولادها هتخون التاني والتالت والرابع. فاتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. يا جماعة المفروض ننشر فيديوهاتنا ونوعي الناس ونتعلم من اخطاء الغير. انت عاشقة عشيق اتطلقي من جوزك في قضايا خلع، في قضايا للضرر، في قضايا للطلاق، والقانون النهاردة بيكفل الطلاق لاغلب الزوجات اللي هم مش قادرين يعيشوا مع ازواجهم. ابرامة العدة وابرامة الصفقة مع العشيق علشان ينهي حياة زوجه، وكمان نجا الزوج من على الطريق الزراعي وهنا كمل عليه العشيق ورجع عليه في قلب بيته علشان ينهي حياته. مش هنطول على حضراتكم في المقدمة، ويلا نشوف اخو واخت القتيل ووالدة القتيل بتقول ايه. رحم الله محمد عبد الرحمن، وان شاء الله حقك راجع، لان احنا عندنا قانون وقانون شامخ وقضاء نزيه. ان شاء الله هنتابع القضية، واي احكام تصدر ضد العشيق والزوجة هننقلها لحضراتكم خطوة بخطوة. بنشكر كل الحبايب اللي دايما متواجدين معانا، رحل كتير من قنواتنا، وده يمكن يرجع لسبب ظروفهم، لكن انا واثق في ربنا سبحانه وتعالى انه سيزدنا من احبابنا واخواننا واخواتنا اللي هيشرفوا منصة اصل الحكاية. يلا بينا نشوف الماتيريال اللي موجود معانا. من مدينة الشهداء تبع لمحافظة المنوفية. الحقيقة من يومين حصلت جريمة بشعة جدا، الحقيقة يعني لم يوفقنا الله حينها لأن احنا نتكلم مع أسرة المجني عليه، طبعا لظروف الصعبة اللي كانوا فيها. الحقيقة يعني تفاصيل بشعة جدا حكوها لي أسرة المجني عليه، محمد صاحب 40 عام العامل البسيط الوالد لطفلين، يعني اللي اتقتل بطريقة بشعة وتفاصيل صعبة جدا. مع حضراتكم من منزله عشان نقدم لهم واجب العزاء وايضا نسمع منهم تفاصيل الواقع. اهلا بحضرتك حاج. البقاء لله. البقاء لله. البقاء لله. ربنا يرحم محمد ويصبرك. ربنا يرحم محمد ويصبرك. انت والدته. طيب ايه اللي حصل مع محمد؟ صحوني من النوم على قولة محمد انضرب بالنار.
لا حول ولا قوة إلا بالله. نقوم نروح فين؟ ما بنقدرش نمشي، أنا قاعدة مكسحة، ما بنقدرش نروح كده ولا كده. قالك التليفون، قال لك محمد انضرب بالنار. اه، وايه تاني؟ ايه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل بقى تنيتني قاعده، وعيال اخوه ما رمحوا، ومرات اخوه رمحت، وجوم عند القتيل، قالوا ده مقتول برصاصه، ومضروب بسكينه، مضروب بعصا على دماغه، كل ده. اه، أنا بقى زحفت على ايديا ورجليا كده، لما رحت عند العمود في الشارع مانيش قادر اروح كده ولا كده. رحت انت مكان ما اتقتل وشفتيه ولا لا؟ ما شفتوش، مانيش قادر نمشي ولا نروح له، ما دخلتلوش. ما قدرتيش تدخلي له؟ ما قدرتش نيجي من الشارع دوكها. طلع بقى هي عماله تقول يا حبيبي يا اخويا قتلوك يا اخوي، مش عارفه يا اخوي. ده مراته. اه، طالع واخد الفرفتين في كيسي، ورايح يجيب رزق للعيلين دول ياكلوا. هم بيشتغل يا حاج؟ في الجبل يعني، ب 50 جنيه، ب 80 جنيه باليوميه، ب 100 جنيه باليوميه على دراعه. لا ارض ملك ولا ارض بالايجار مقتدر عليه، هو بيشتغل يعني على دراعه، ويجيب اللقمه ان شاء الله يشتري لهم عيش من الطابون يوكل. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. طيب انت اكتشفت مؤخرا ان يعني التفاصيل بقى، تفاصيل وفاته ايه؟ مين اللي قتله؟ مين بيعمل له اكله؟ مين اللي قتله؟ مين اللي قتله؟ اه، محمد عيسى. بلاش اسماء. بلاش اسماء بعد اذنك. ما تعرفتي ان في واحد قتله بمساعدة مراته؟ اه، دول اللي قتلوه. اه، واحد مساعد آه. لمراته، هم دول اللي قتلوه. طيب يبقى لي حاجة، انت حضرتك تقربي المتوفى ايه؟ ميه. حضرتك تقربي له ايه المتوفى؟ تقربي لمحمد ايه؟ ده اخته. بس انت اخته؟ اه. طيب قولي لنا بقى كده، ايه اللي حصل مع محمد، والموضوع وصل لك ازاي، ومين اللي قالك الخبر؟ لقى انا جايمه من على جنب الصبح، لقيت ابني طالع لشغله، بقول لي اخوك متعور. متعور، ما انا معايا السكر، وكنت معلقه محلوه، كنت كشف عند الدكتور. ما قدرتش نقوم من ساعتها، وقعدت ارجع، وقعدت مش قادره ودايخه، ما طلعتش. يقول نسالهم عليه، يقولوا ده في الانعاش، يعني ما قالوليش ان هو خلاص. جيت بقيت مش قادر. رحت نكشف عند الدكتور، عمل لي محاليل كل يوم قزازه يعلقها لي. طيب قالوا لك ايه بقى، ايه اللي حصل بالنسبه للوفاه؟ تفاصيل الوفاه قالوا لك ايه؟ اتقتل ازاي؟ ما حدش قال لي، مندريين عليا بقى، ما عرفتيش؟ خبوا عليك ما رضوش يقولوا لك؟ خبوا علي. أوه. ما عرفتش غير البارح. حتى نهار ما كانوا بيدفنوه ما رضوش عيالي يقولوا لي، ليه؟ انا معايا السكر ومعايا الضغط ومش قادره. قالوا لك ايه بقى امبارح؟ قالوا لي ما نقول لهم ما تطلعوهم من المستشفى يا اولاد، يموت على فرشيت. ده انا قلبي يعني مخطوف. انت لحد امبارح كانوا مخبين عليك، وانت فاكره لسه في المستشفى. وانا راقده على السرير، ما فاكره ان هو في المستشفى. خبوا علي. علمتي بقى، صرت نعيط وصرت نسوات، ونقول لهم بتداروا عليه، ده انا بقول لكم طلعوه من المستشفى، يموت على فرشه. تقولوا لي ده في الانعاش. قالوا لي احنا لقيناكي تعبانه، وما انتش قادره، ودايخه، عماله بترجعي، احنا هنروحوا بك فين؟ على كده. البقر اللي حق. البقر اللي. انا طيب. عايزه حق اخويا يجي. علاقته مع زوجته كانت عامله ايه؟ هل كان بيحصل بينهم مشاكل، ولا كانوا كويسين مع بعضهم؟ ما يعرفوش، هم في حته لوحدهم، واحنا في حته بره. انتوا قاعدين بعيد عنهم يعني؟ اه، ما يعرفوش عنهم حاجه. طيب هو غلبان خالص، ما كانش لا بتاع مشاكل ولا بتاع حاجه، هو يشتغل يعني بخمس قروش، يروح يجيبهم عيش من الطابوني للعيلين دول، وهي قدر عليهم. تغضب
يروح يجيبها، ياخد واحد زيك واحد الثاني يروح يجيبها، يقول عشان خطر العيال انا منرمح في الشغل ومين دول يعني. هل كان بيغضبها على طول ودايما زعلانين مع بعض ولا ده ما كانش بيحصل غير ما كانش بيحصل الا كل احنا بنلوم. طيب انت بتطلبي ايه حق؟ ايه بتطلبي ايه؟ عايزه ايه؟ انا عايزه حق ابني بس. مش عايزه حاجه، انا عايزه حق ابني زي ما عملوا فيه ينعمل فيها هي وهو بس، مش عايزه من ربنا حاجه الا هو كده. ربنا يصبرك، انا عايز حقنا بس حق ابنين. ربنا يصبرك امي زي ما حرقت قلبي. اما لا تصوت طول النهار قلبي تصوت وتقول يا حبيبي تعمل التهمه وتقتل وتقول يا حبيبي يا اخوي ضربوه بالنار. قال لك كنت رايح تجيب لنا رزق. الاول ما عرف ان هو انضرب بالنار بقى كان بتعمل كده. هي مشتركه طيب مشتركه متوضبه بقول لك حضرتك يا ربي محمد ربنا يرحمه. انا اخوك الكبير. اخوك كبير. طيب بقول لك حاج وربنا يرحمه ويصبركم جميعا، احكي لنا ايه اللي حصل برضه بالظبط مع محمد لحد ما اندفن. محمد مراته واحد وياها هم اللي قتلوه. قتلوه ازاي؟ كان طالع يجيب رزق لعياله يومية تربصوا له، ومراته مشتركه في الجريمه. هرب له في الطريق وضربه بالطلقه في السلاح، ما ماتش، جم وراه خلصوا عليه هنا. عمل له كمين في الطريق وهو رايح الشغل. هو معروف ان هو بيروح يشتغل في المزارع وبيشتغل باليوميه. بيسلك كل يوم الطريق الفلاني، فاستناه في الطريق اللي هو بيعدي عليه كل يوم. عتبوا له الطريق بحجار، قفل الطريق. تمام. ضربوا الطلقه، راح مضارب الموتوسيكل رجع على الناحيه دي، راح جاي ورا منه. يعني طلقه الخرطوش جت فيه ما موتوش. ما موتوش. ولف ورجع على البيت. ولف وجي هنا على البيت. تمام. اتصل بمراته وقال لها هو لف وجالك اهوت، خلص عليه. وانا جاي وراك اهو، جاي وراهم. جم مشتركين في خلصوا عليه هنا في البيت. يعني ضربوا النار ما ماتش. لف بالمكنه بتاعته وراح جري على البيت. هو كلمها. المشترك معاه كلمها قال لها انا قال لها هو جاي لك على البيت. جاي لك على البيت. كملي انت عليه. كملي عليها، انا جاي نخلص على عندك اهو. وبعدين مراته عملت ايه بقى في البيت؟ مراته فتحت الباب ووقفت له ورا الدلفه، ضربته ضربه على دماغه وهو جه خلص عليه بالسكين. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني هو اول ما دخل من البيت مراته خبطته قال حد على دماغه. ما ماتش برضه، انت قلت لي ما ماتش برضه. ما ماتش. طيب امال مات ازاي؟ اللي عملوا ايه تاني بعد كده؟ رجع الكنبه بعدهم ضربوني وهي خلصت عليه معاه. قفت عليه الببان، كان عايز يطلع قفت عليه الببان. ليش متكسر؟ يعني هو جه كمان لحقوا بعد ما ضربته بالاله الحاده، دخلوا كان في اثار سكينه على رقبته. مدغول من السكينه هنا. مين اللي طعنه بالسكينه؟ هو المجرم اللي كان مستنيه في الطريق. يعني دلوقتي ضربوه بالنار. ومراته ضربته بقى لحد على دماغه. وبعد كده دبعوه بالسكينه. كان في اثار سكينه على رقبته. لحظه، هو متجوزه بقاله قد ايه؟ بقاله قد ايه متجوزين؟ من عمر الودي والواد اللي هو داخل. عندهم اولاد؟ طيب عندهم مؤمن اهوت والاي. مؤمن والاي. مؤمن كام سنه والاي كام سنه؟ دي في سنه سته. ولؤي لسه هيخش السنه دي المدرسه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. طيب بنطلب ايه حق؟ احنا بنطلبوا القصاص، ان هو ربنا يجيب لنا حق ابننا زي هم ما عملوا فيه. اللي احنا طالبينه حق ابننا ما يضيعش. شد حيلك. شد حيلك. شد حيلك. شد حيلك حق. شد حيلك. شد حيلك والبقاء لله، وباذن الله حقه راجع. يا حبيبي يا اخوي. يا حبيبي يا طلالي. يا تستاهل الله ما اللي حصل لك. يا حبيبي يا اخوي. يا حبيبي يا اخوي. يا حبيبي يا ابني. يا حبيبي يا ابني. يا حبيبي يا اخوي. شد حيلك. يا حبيبي يا اخوي. لا حول ولا قوة الا بالله. يا اخوي انا عايز احقك يا اخوي. انا عايز احقك يا ابني.
انا عايزه حقك يا ابني. يا اخويا يا حبيبي يا اخويا. شادين طبعا مصدر منزل محمد عبد الرحمن. انا عايزه حقك يا ابني. ايه بدقوا مصراعه على يد زوجته بمساعدة رجل آخر قاموا بإعداد كمين له ذهابه للعمل. العامل البسيط اللي كان شغال باليومية هو الأب لطفلين اشتغل باليومية في المزارع، خرج في الصباح لشغله، كان معروف خط سيره إيه. هذا الرجل قام بإعداد كمين له وقام بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش، ما ماتش بسبب هذه الطلقة، فقام بالاتصال بالزوجة واخبرها بأن زوجها عائد للمنزل. قامت بانتظاره وضربه بآلة حادة فوق رأسه حتى يعني تتم الجريمة، لكن طبعا لم يتوفاه الله. قام هذا المجرم باللحاق لمنزله وقاموا سويا يعني زي ما وجدنا على الجثمان كان في آثار سكين على رقبته. تفاصيل صعبة جدا في هذه الواقعة بمدينة الشهداء تبع لمحافظة المنوفية. أهله في عزبة أبو جزية الموجودة بقرية دراجيل تبع مركز الشهداء. أهله بيستغيثوا الحقيقة وبيطالبوا في القصاص وبحق ابنهم اللي راح يعني بغمضة عين ملوش أي ذنب. نسأل الله عز وجل له الرحمة والمغفرة ولذوي الصبر والسلوان. غلبان ملوش دعوة بأي حد، ملوش عدو، ملوش عدو.